بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. متن كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا بد أولا من معرفة المؤلف، وهو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي. ولد رحمه الله تعالى في بلدة العيينة عام 1115 للهجرة، ونشأ في بيت علم لأن أباه وجده وأعمامه كانوا هم علماء نجد في وقتهم، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم اتجه لطلب العلم على والده وعلى العلماء الموجودين في بلدة العيينة وهم كثيرون، وكان ذا فطنة وذكاء، وكان لا يقتصر على مجرد الحفظ، حفظ المتون والشروح، بل كان يتجه إلى معرفة الأدلة، معرفة المسائل بأدلتها، ومعرفة الأقوال الراجحة والمرجوحة. فكان عنده اتجاه لمعرفة الحق بدليله، وهذا هو المطلوب من طالب العلم، لا يقتصر على مجرد الاستيعاب والحفظ، وإنما يعرف مستند المسائل وأدلة الأقوال ويرجح بينها. هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم. فنشأ هذه النشأة أنه يحفظ ويفهم ويميز الأقوال، وكان يحرص على مطالعة كتب شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم، كتب المحققين من أهل العلم، وكان أيضا لا يقتصر همه على الفقه، لا يقتصر همه على الفقه واللغة العربية، وهذه علوم طيبة وجيدة، لكن ما يقتصر عليها، بل كان يهتم بالدرجة الأولى بعلم التوحيد العقيدة. يجب أن يكون طالب العلم أول ما يبدأ وفي مقدمة ما يدرس العقيدة، لأنها هي الأساس. وكان هذا شيء ليس له اهتمام في بلاد نجد وعند علماء نجد في ذاك الوقت، إنما يهتمون بالفقه، أما العقيدة هم كغيرهم من البلدان يأخذونها عن تقليد، وعن وأيضا ليست صافية، فيها ما فيها من البدع والمحدثات وعلم الكلام والمنطق،
هو كان لا يتجه هذا الاتجاه، وإنما يريد العقيدة الصافية السليمة من عقيدة السلف الصالح. الله وجهه هذه الوجهة ووفقه في جو ومحيط لا يهتم بهذا الشيء، لكن هذا من عجائب قدرة الله عز وجل وإرادته الخير للأمة. فكان يهتم بالعقيدة الصحيحة الصافية، وكان يعتني بكتب شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم وتلاميذ الشيخ ابن تيمية ابن كثير والذهبي والمزي وتلاميذ الشيخ ابن عبد الهادي تلاميذ الشيخ الذين تلقوا العقيدة الصافية عن الشيخ. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية تلقاها من كتب السلف، كان عنده اطلاع عظيم على جميع الكتب، كتب الخلف وكتب السلف، كان عنده اطلاع عجيب واستيعاب عجيب، فصحح العقيدة وجددها ودرسها، فوصلت إلى الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب صافية، تلقاها صافية. ثم لما استوعب ما عند المشايخ في بلده، استوعب ما عندهم، رحل إلى الحجاز، فيها علماء، والتقى حج والتقى بعلماء مكة وأخذ مما عندهم، ثم اتجه إلى المدينة النبوية وفيها علماء كبار في الفقه والحديث، أتلقى الفقه عن فقهاء الحنابلة، وتلقى الحديث عن الإمام المحدث محمد حياة السندي رحمه الله، وأخذ إجازة، أخذ منه إجازة في الحديث في الأمهات. ثم لم يقتصر على هذا، بل اتجه إلى الأحساء، وكانت الأحساء في ذاك الوقت تعد بالعلماء للمذاهب الأربعة، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وكانوا يعتنون بالفقه، أما العقيدة فهم كغيرهم، لا ليس لهم اهتمام، وإنما يأخذونها تقليدا، لكنه أخذ ما عندهم من الفقه في المذهب، وحصل الكتب ونسخها، عندهم ثروة علمية من الكتب، نسخ ما يحتاج إليه. ثم إنه اتجه إلى العراق، كان فيها العلماء، ذهب إلى البصرة، فيها علماء كبار، تلقى عنهم ما عندهم ونسخ من الكتب التي رفض بها، خصوصا كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، كل ما وجد منها شيء نسخه بخطه. ثم أراد أن يتجه إلى الشام، وفيها العلماء خصوصا الحنابلة، هناك فيها أئمة في المذهب الحنبلي، فأراد أن يذهب، لكن بعد المسافة وقلة الزاد وقلة الراحلة حال دونه ودون ما عزم عليه، فلم يتمكن من الذهاب إلى الشام. ثم عاد إلى نجد، ووجد أن والده انتقل من العيينة إلى حريملة قاضيا فيها، ذهب هناك إلى والده
وبدأ بالدعوة، بدأ يدعو إلى الله ويعلم التوحيد والعقيدة، ثم إنه لم يطب له المكان هناك، اتجه إلى العيينة البلد الأصلي وعرض على أميرها مناصرته الدعوة إلى الله، فاستجاب له وناصره، وبدأ الدعوة في العيينة أنشط مما كانت في حريملة. ثم إن أمير الأحساء علم بذلك فكتب إلى أمير العيينة يطلب منه أن يطرد الشيخ من بلده، يطلب منه أن يطرد الشيخ من بلده وأن لا يمكنه من الدعوة. فقال للشيخ ما جاءه من أمير الأحساء، الشيخ أراد أن يوطنه وأن يثبته وأن يقول له إن هذا الأمر من قام به أيده الله ونصره الله، ولكن الرجل لم يصمد أمام تهديد أمير الأحساء. فلما رأى الشيخ أن أمير العيينة قد تراجع عن مناصرته ذهب إلى الدرعية، ذهب إلى الدرعية ونزل عند تلميذه الشيخ بن سويلم، وخاف عليه تلميذه، خاف عليه من بطش أمير الدرعية، لأنه قد اشتهر أمره لأنه يدعو إلى الله وأنه ينكر البدع والمحدثات والشركيات التي عندهم. أنتم تعرفون الناس إذا جاء واحد يصحح ما يريدون هذا في الغالب، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما يقولون نبي الدليل ونبي الحق ونبي الكتاب والسنة، لا. تيسر الله أن امرأة الأمير بن سعود، محمد بن سعود، دخل في قلبها الإيمان وحب الشيخ، فلما سمعت بقدومه قالت لزوجها محمد بن سعود رحمه الله: هذه نعمة ساقها الله إليك، هذا عالم قدم إليك مؤملا فيك النصرة، وهذا خير ساقه الله إليك، لا يسبقك إليه أحد. فأثرت على زوجها وقال طلب أن الشيخ يأتي إليه، قالت: لا تطلبه يأتي إليك حتى يقول الناس أنه يريد أن يبطش به، ولكن أنت اذهب إليه. فذهب الأمير إلى بيت الشيخ بن سويلم ودخل وسأل عن الشيخ، فقابله الشيخ، عرض عليه ما عنده، أنه ما عنده شيء غريب، ولا عنده عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف هي الكتاب والسنة، هذا هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء غريب أو يريد ملك أو يريد سياسة أو يريد أبدا، إنما يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، هذا الذي يريد، ويطلب منه المناصرة. فلما تحقق الأمير مما عنده بايعه على النصرة، بايعه على النصرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. فتمت البيعة بين الأمير والشيخ على الدعوة إلى الله ونصرة الحق ورد الباطل وقمع المعتدي. فمن ذاك الوقت قامت الدعوة إلى الله عز وجل، وكاتب الشيخ البلدان وجلس للدرس وتوافد إليه الطلاب. ثم إن الأعداء أمراء البلدان ومن ورائهم الدولة التركية وأمير الأحساء وغيرهم
خافوا أن تقوم دولة في بلاد نجد تنافسهم، فتألبوا على الشيخ وعلى الأمير، فتكون جيش للجهاد في سبيل الله، وغزوا ما حولهم من البلاد، منها بلاد سلمت بدون قتال ودخلت في الدعوة وقبلت الحق، ومنها بلاد استعصت فقاتلوا في سبيل الله حتى نصرهم الله. وكان الأمير في الأول لا يدين له ولا ينقاد له إلا أهل قريته الدرعية فقط. بعد فترة الوجيزة دانت له بلاد نجد كلها، كل بلاد نجد صارت تحت إمرته، وأقر أمراءها وأقر علماءها، ولم يغير شيء من، وإنما طلب منهم فقط أن يسيروا على المنهج الصحيح، وهم على ولاياتهم وعلى فساس البلاد والعباد وجاهد في سبيل الله. وامتد الملك من اليمن إلى الشام، ومن البحر إلى البحر، البحر جدة إلى بحر المنطقة الشرقية، صارت دولة عظيمة على التوحيد. وهكذا من قام لله بنية صالحة يسر الله له. فالحمد لله انتشر العلم، وكان الشيخ يكتب النصائح والرسائل والكتب ويدرس ويفد إليه الطلاب، تكونت مدرسة علمية عظيمة، وتخرج عليه علماء توزعوا في البلاد، ومن جملة ما ألفه هذه الرسالة التي بين أيدينا، كشف الشبهات. الشبهات جمع شبهة، والمراد بالشبهة الحجة التي يحتج بها المخالف، الحجة التي يحتج بها المخالف، وهي حجة غير صحيحة، وإنما هي شبهة فقط. والشبهات كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: شبهات في العقيدة، وشبهات في العمل، في الحلال والحرام ومعاملات. فالذي معنا هو النوع الأول، الشبهات في العقيدة التي يحتج بها أهل الضلال، شبهات التي يحتج بها أهل الضلال، فالواجب بيانها لئلا تلتبس على الناس ويظنوها صحيحة. وهذا هو أهم شيء، أهم شيء يقوم به من يدعو إلى الله، أنه يبين الشبهات ويرد عليها ويبين الحق بدليله، هذا هو أهم شيء. ما يكفي أنه يعظ ويذكر ويقول يا أيها الناس اتقوا الله خوفوا من الله، ما يكفي هذا، لا بد أنه يبين ما يعتمد عليه المخالف، هل هو صحيح ولا غير صحيح، هذا أهم شيء. وأنتم تجدون القرآن الكريم يرد على المشركين وعلى الطوائف، يأتي بشبهاته ويرد عليها القرآن الكريم، والسنة النبوية أيضا فيها الرد على المبطلين وبيان الحجج الباطلة، لأن أهل الضلال يعتمدون على حجج، يزعمون أنها حجج ويضلون الناس بها، فلا بد من بيان بطلانها وبيان الحق بدليله، هذا هو أهم ما يقوم به الداعية إلى الله عز وجل. وإلا فإنها لا تثمر دعوته، إذا ترك الشبهات وترك الناس على ما هم عليه واكتفى بالبعض والتذكير، ما يؤثر شيء، كل يظن أنه على الحق. لكن إذا
بين الحق بدليله ورد على الباطل وزيف الشبهات، هذا هو لب الدعوة، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سيما الشبهات في العقيدة فإنها خطيرة جدا، أن يكون الناس على عقيدة باطلة أو عندهم حجج باطلة، هذا هو المهم. فالشيخ رحمه الله تناول هذه الحجج التي يحتج بها أهل الضلال وأبطلها واحدة واحدة في هذه الرسالة المختصرة، ولهذا سماها كشف الشبهات، كشف يعني بيان الشبهات التي يحتج بها أهل الضلال. هذه تسمى شبهات لا تسمى أدلة، الأدلة هي الأدلة الصحيحة، يقال أدلة. أما الحجج الباطلة فيقال لها شبهات، لأنها تشبه على الناس، يظنونها حق، تشتبه عليهم، تشتبه عليهم فيظنون أنها حق وهي شبهات فقط. فاعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله في بدايتها: اعلم رحمك الله، اعلم هذا تنبيه، اعلم هذه كلمة تنبيهية، اعلم يعني تعلم وانتبه، اعلم رحمك الله، دعا للمخاطب، وهذه خصلة عظيمة من الداعية إلى الله، أنه يتلطف للناس يدعو لهم بالهداية والرحمة، ما يواجههم بالكلام القاسي أو المنفر، وإنما يوجه لهم الكلام الطيب، الكلام الطيب، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فدعا له رحمك الله، دعا له بالرحمة، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ما هو الشيء الذي تعلمه؟ تعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد، أن لا تعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، بأن لا تعبد إلا الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، الدعاء لا تدعو إلا الله، الاستغاثة لا تستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح والنذر وكل هذا لله، بل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا هو التوحيد، ليس التوحيد ما يقوله علماء الكلام والمنطق، أن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا توحيد الربوبية، وهذا ليس هو المطلوب، هذا يقر به العالم، حتى المشركون يقرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومن يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون يقولون الله، اللي يعمل هالأعمال هذه هو الله، لا أحد يشاركه فيها، ومع هذا هم مشركون، مشركون في العبادة،
هم موحدون في الربوبية ولكنهم مشركون في العبادة، فيعبدون مع الله غيره. هذا هو الذي بعث الله الرسل للنهي عنه. الرسل ما قالوا للناس أقروا لله لأنه هو الخالق الرائع، هم يقرون بهذا بلا طلب، وإنما يقولون لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. هذا الذي بعث الله به الرسل، وهذا هو التوحيد المطلوب، هو التوحيد المطلوب. أما لو أقر بتوحيد الربوبية فقط لم ينفعه ذلك، لا ما نفع المشركين، يقروا بتوحيد الربوبية ولا نفعهم حتى يقروا بتوحيد الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا معنى قوله رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا هو التوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، فالإله معناه المعبود، معناه المعبود. فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله، أما ما يعبد غير الله فهو معبود بغير حق. انتبهوا، لا معبود بحق إلا الله. لماذا نقول بحق؟ لأن هناك معبودات كثيرة تعبد لكنها بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا بد أن نقول لا معبود، معنى لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، أما غير الله فإنه معبود بالباطل وعبادته شرك بالله عز وجل. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فإذا طلب منك أن تعرف التوحيد أو سئلت ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة. يقول لك لا، إفراد الله بالخلق والرزق، تقول له لا، هذا ما هو التوحيد المطلوب، هذا توحيد لكنه ليس هو المطلوب. هذا يقر به غالب العالم، أكثر العالم يقرون به، مؤمنهم وكافرهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن المطلوب هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هذا هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر به جميع خلقه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. هذا هو الدين الصحيح، تنبهوا لهذا، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. نعم، وهو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، هو دين الرسل. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقالها شعيب وقالها إبراهيم وقالتها جميع الأنبياء. أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ولم يقولوا لهم أقروا أن الله هو الخالق الرازق، هم يقرون بهذا، هم يقرون بهذا، لكن ما يكفي هذا، لا يكفي هذا. ولهذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، شوف اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا توحيد الربوبية. أمر بتوحيد الألوهية واستدل عليه بتوحيد الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر بالعبادة أولا ثم نهى عن الشرك، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا تجعلوا لله أندادا هذا معنى لا إله، اعبدوا ربكم هذا معنى إلا الله، ففيها معنى لا إله إلا الله. فالذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة. وتعلمون ما ذكره الله في سورة الأعراف أن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا دين الرسل، ما هو دين ابن عبد الوهاب ولا كما يقولون هذا الوهابية، هذا دين الرسل، ما هو دين ابن عبد الوهاب ولا، إنما هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وابن عبد الوهاب وغيره من الأئمة والدعاة إلى الله إنما يدعون إلى هذا، يدعون إلى أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن تترك عبادة ما سواه، هذا هو المطلوب من الخلق. نعم. فأولهم نوح عليه السلام. أول الرسل نوح عليه السلام، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الرسل هو نوح، يعني أول الرسل بعد حدوث الشرك، لما حدث الشرك في قوم نوح عبدوا الصالحين الذين صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا أحوالهم، ثم بعد ذلك دب الشيطان إليهم فعبدوا هذه الصور من دون الله، فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام، لكنهم أصروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أصنامهم التي كانوا يتواصون بالبقاء عليها، وأن لا يتبعوا نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن أغرقهم الله بالطوفان جميعا، أرسل عليهم الماء من السماء ومن الأرض حتى على رؤوس الجبال وغطى الجبال، فهلك كل أهل الأرض إلا من كان في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام، أهلكهم الله عن آخره لأنهم أصروا على الشرك ولم يقبلوا التوحيد، فكانت عاقبتهم الهلاك. ونجى الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة. هذا نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد حدوث الشرك، ولا قبل أنبياء آدم عليه السلام نبي، شيخ نبي، وإدريس نبي، كلهم قبل نوح، لكن هؤلاء أنبياء قبل أن يحدث الشرك، لما حدث الشرك حينئذ بعث الله نوحا عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد ويردهم إلى العقيدة الصحيحة وإلى عبادة الله عز وجل. نعم. أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، شيء معلوم. نعم. أرسله الله إلى قومه لما غنوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا على التوحيد في الأول، على دين آدم عليه السلام على التوحيد، ثم كان فيهم رجال صالحون عباد ماتوا في عام واحد فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم تنشطوا على العبادة، قاموا صوروا الصور ونصبوها بهذا القصد، قصد الصلاح والعبادة، تذكر الذكرى اللي يسمونها الآن التذكارية، الصور ايش التذكارية، هي من هالنوع هذا،
نصبوا هذه الصور تذكارية علشان انهم يتذكرون احوالهم ويقتدون بهم. وكان العلماء موجودين ولا تمكن الشيطان من انه ينفذ الشرك، لكن حط الوسيلة، غرس، شوفوا الشيطان غرس الوسيلة فقط وهي نصب الصور لهدف ظاهره الصلاح والخير، غرس الغرس لعنه الله وسكت. ما دام العلماء موجودين ينهون عن الشرك ما حصل شيء. فلما مات العلماء ولم يبق إلا الجهال جاءهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر وزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله. فبعث الله رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الشرك وحصل ما حصل. نعم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. آخر الرسل بالإجماع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب وكافر، ومن صدقه فهو كافر. هذه عقيدة، لازم نعتقد أن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين آخر شيء، آخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون كذابون 30 كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الذي يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، لأنه مكذب لله، مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين، فلا نبي بعده. المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، لكن ما ينزل على أنه نبي، على أنه رسول، ينزل على أنه مجدد لدين محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، فهو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومجدد لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، شريعة الإسلام، بالقرآن، بالسنة. هذه مهمة المسيح عليه السلام في آخر الزمان وقت نزوله، أنه مجدد وأنه يرد الناس إلى عبادة الله على دين محمد صلى الله عليه وسلم تابع له. نعم. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، لأن هذه الصور لما جاء الطوفان دفنها في الأرض. وكان الناس في مكة والحجاز على دين إسماعيل عليه السلام، على دين إسماعيل بن إبراهيم، دين أبيهم التوحيد. ظهر رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان ملكا على الحجاز على أرض الجزيرة، وكان عابدا وناسكا في أول أمره، ثم ذهب إلى الشام للعلاج، فوجد الناس هناك يعبدون الأصنام، وجد الناس يعبدون الأصنام، والعياذ بالله دخل في قلبه الزيغ والانحراف، واستحسن عبادة الأصنام، فأعطوه أصناما جاء بها إلى أرض الحجاز، وجاءه إبليس وأخبره عن
عن صور الصالحين أنها مدفونة في كذا وكذا فحفرها ونصبها وأمر الناس بعبادتها، فغير دين إبراهيم عليه السلام وأحدث الشرك في بلاد العرب. هذا الرجل المرتد الخبيث أحدث الشرك في بلاد التوحيد وغير دين إبراهيم عليه السلام، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار. أطلع الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقاسيه هذا الخبيث في جهنم، وأنه يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام. انتشرت الأصنام في الحجاز وفي أرض العرب من بداية هذا الرجل الخبيث، انتشرت انتشارا فظيعا في مكة، حتى صار على الكعبة 360 صنما، على الكعبة نفسها، وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة، على الصفا والمروة أصنام، بل إنه يقولون في كل بيت صنم يعبده أهله في مكة أم القرى. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والنهي عن الشرك، وحصل عليه ما حصل من المعارضات والأذى، وصبر وثبت عليه الصلاة والسلام هو ومن معه، مهاجروا إلى المدينة. ثم في السنة الثامنة من الهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش من الموحدين، ودخلوا مكة وفتحوها، ودخلت تحت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أول شيء بدأ به تكسير الأصنام، أول شيء بدأ به تكسير الأصنام التي على الكعبة، وصار يشير إليها بالقضيب ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فجعلت تتهاوى وتتساقط في الأرض، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت. دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، دخل الكعبة فوجد فيها الصور على الجدران، وجد فيها الصور على الجدران فغسلها، غسل الصور ومحاها، وتردد في البيت في داخل البيت وهلل الله وكبره، ثم صلى ركعتين، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقريش مجتمعة في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يعمل بهم، سووا فيه وعملوا معه وآلوه وضايقوه، ماذا سيعمل بهم لما مكنه الله منه. قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخلوا في دين الله أفواجا، وتوافدت الوفود من القبائل لما أسلمت قريش، القبائل غيرها تبع لها، فتوافدت الوفود على الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعونه ويعلنون إسلامهم. ذكر الله ذلك في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني قد حان أجلك، قد حان أجلك، فاختم حياتك بالاستغفار والتسبيح. هذا قصة تكسير النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام. وكانت اللات في الطائف صنم كبير، والعزى على طريق المدينة يحرمون منه، ومنات، وكانت منات أيضا
في كانت العزة في مكة، كانت العزة في مكة لأهل مكة عند عرفات، ومنات لأهل المدينة عند المشلل. هذه الأكبر الأصنام، فرأيتم اللات والعزة ومنات. اللات في الطائف والعزة في مكة ومنات على طريق المدينة بين مكة والمدينة عند جبل قديد في المشلل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأصنام الثلاثة من يهدمها، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليها، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة فهدمها، وأرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة إلى اللات فهدمها، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى منات فهدمها، فهدمت الأصنام. هذا معنى قول المصنف وهو الذي كسر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر تلك الأصنام. نعم. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. نعم، العرب خصوصا أهل الحجاز ومن حولهم كانوا يعبدون الله، باق فيهم شيء من دين إبراهيم، مع شركهم كانوا يعبدون الله بعض العبادات، يحجون ويعتمرون ويتصدقون، لكنهم كانوا يشركون فيعبدون غير الله ويدعون غير الله، يعبدون الله ويعبدون غيره، يجمعون بين هذا وهذا. والعبادة ما تصلح إلا مع الإخلاص، ما تصلح مع الشرك، إذا خرطها شرك بطلت. فكانت قريش يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره، والعبادة ما تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله ليس معها شرك. نعم، ما هم كفار محض ما عندهم عبادة، لا، عندهم شيء من العبادة. هذا يدل على أنه ما يكفي أن الإنسان يعبد الله فقط، لا بد أن يكفر بالطاغوت، ولهذا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لم يقتصر على قول فمن يؤمن بالله، بل لا بد قبله من الكفر بالطاغوت. التوحيد لا بد معه من ترك الشرك، وإلا لم يكن توحيدا. نعم. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى، ويعبدون الله لأنواع العبادات، لكنهم يعبدون بعض المخلوقات، ما يقولون أنها تخلق وترزق وتحي وتموت، ولكن يقولون أنها تتوسط لنا عند الله شفعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون نحن ما نصل إلى الله، لابد نجعل بيننا وبين الله واسطة من الصالحين من الأولياء، من يتوسطون لنا عند الله، ويتقربون إلى هذه الوسائط بالعبادة والذبح والنذر علشان يتوسطون لهم عند الله ويشفعون لهم عند الله. هذه حجته. ما كان المشركون يعتقدون في أصنامهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر، ألا يعترفون أنه لله جل وعلا، لكن يقول ما نريد منهم إلا الشفاعة والوساطة. ما يجوز هذا، اعبد الله بدون شيء، بدون وساطة وبدون شفاعة، اعبد الله مباشرة، اعبد الله مباشرة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن عباد القبور هذه حجتهم، يعبدون القبور، يقول والله إحنا نعرف أنهم أموات، أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون، لكنهم صالحون يتوسطون لنا عند الله وسائل. هذه حجتهم، هي حجة الأولين سواء بسواء. نعم، يقولون لا، الشرك أنك تعتقد أن أحد يخلق مع الله،
أو يرزق مع الله. يقول كذبتم، ما هذا هو الشرك. الشرك أن تجعل لله شريكا في العبادة، هذا هو الشرك. نعم. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى. هذه شبهتهم، هذه أول شبهة، انتبهوا، هذه أول شبهة. إنهم يقولون ما نحن ما نعبد هذه القبور وهذه الأضرحة والأولياء والصالحين، ما نعبدهم إنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أو يشفون من المرض، لا، هذا لله. إنما هم رجال صالحون أحسن منا، فنريد إنهم يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا عند الله. هذه حجتهم، هذه أول شبهة. هل الله أمرنا أن نتخذ وسائط بيننا وبينه؟ وين الآية اللي تأمر بها؟ هل الله جعل أمرنا أن نعبد غيره ونقول هؤلاء شفعاء لنا عند الله؟ أبدا، هذا كذب، هذه شبهة داحضة. نعم. ونريد شفاعتهم عنده، هذه حجتهم، يقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون، ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون وكذا، إلا ليقربون فقط، يقربون إلى الله زلفى. طيب أنتم ليه ما تقربون إلى الله؟ أنتم تقربوا إلى الله مباشرة، الله جل وعلا أمركم بدعائه وعبادته وفتح بابه للتائبين والداعين والمستغفرين، ولم يجعل بينه وبين عباده واسطة تبلغهم حوائج الخلق، تبلغ الله حوائج الخلق. الله يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى، هم بحاجة إلى وسائط. نعم. مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم، هم الغالب أنهم ما يعبدون إلا من الصالحين، مثل عيسى وعزير ومريم أم عيسى وناس من الصالحين، كما هو الحال الآن عند عباد القبور. نعم. فبعث الله تعالى إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. إذا كان الأنبياء، إذا كان الملائكة المقربون والرسل لا يعبدون، فكيف يعبد غيرهم ممن هو دونهم من الصالحين والأولياء كما تقولون؟ العبادة حق لله، ما لأحد فيها أي استحقاق. نعم. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. أي نعم. ولمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، سيقولون لله. الأرض ومن فيها لله، إذن ما بقي لغيره، ما بقي شيء لغيره.